إذا يعني إذا المحبة طبيعة الله، فمنذ وجود الله طبيعة المحبة موجودة في الله، مش أجت في وقت معين من الزمن صح في الخليقة أو لما تجسد المسيح. صح مثلا كتطبيق عملي، نحن نؤمن الله رحمن، الله رحيم، الله محب، لكن هو بالمفهوم الوحدانية المطلقة هو رحيم لأنه قادر يكون رحيم، نابع من قدرته، قادر يكون رحيم، قادر يكون العكس، قادر يكون محب، قادر يكون العكس، بس نحن ما منعرف، هي مش صفة في ذاته، هو قرار حسب مشيئته، ولا نعرف هذا القرار، مش مفروض نحن نعرف، ولا حتى مفروض أعرف شو معنى الرحمة والمحبة إلى آخره، بس بمفهوم الوحدانية في ثالوث، الوحدانية الأبوية، هذه العلاقة، الله يحبني لأنه هو محبة، طبيعته هيك، بقدر أرمي نفسي عليه، مش أنه قرر يحبني أو قرر يرحمني، هو طبيعته الرحمة، طبيعته المحبة، ما بتغير، هو طبيعته هيك، وبيناديني حتى بتحدانا نعرفه، هلما نتحاجج يقول رب تعال جربني وشوف صفاتي إذا كان أكيد ولا لا، ففي دعوة أنه نعرفه بصفات أكيدة وليس صفات ممكنة، صفات أكيدة.